Spero che sia che me ha saputo senza un sì, scambi Steven. Dalla gamma scambio Steven sotto chi sento così scambio Steven Nazari class E. Beni Shatter hebben klas wie voor Luen. En hij hebben we aanschrak in de schaduw die van een ijsbeek toen nog gezien in de skin der koeski de nemen. Nou, we moeten met Habib was dat was dat. En dan moet ik eigenlijk dat ik, lou niet meer zeker Shatter, ga jou koes. Ja, en dan wou ik, zei de Hadrat, hoe wat is dat voor het organisme op schaduw die van. هتلاقيكم دول اشتراك لو قلت لك المود اوف انفكشن من غير ما تبص في الكتاب هتقول لي دروب انفكشن لو قلت لك الانسيدنس هتقول لك فيها ايه هتقول لي دروب الكميه الاكثر في الشتاء فهتلاقيكم بتكتب يعني ممكن تكتب معظم الكلام ده وانت مش مذاكر ده كوميونتي مش بتكون حافظين الايتمز والايتمز دي ما فيش فيها حاجه صعبه هو انا اوريدي من اول الكلينيكال بيكتشر كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت ده احنا عارفينه فاضل بس نفتكر ان احنا عايزين الاول الكوز والمود اوف ترانسميشن انسيدنس incubation period وانفكتيفيتي وانا عارف ان دي غريبه بالنسبه لكم شويه صح؟ انا اعرف يعني ايه انفكتيفيتي دلوقتي. هبدا اطبق الكلام ده على كل حاجه من الحاجات اللي احنا في الشابتر ويمكن السكاب سيفا من الحاجات المهمه. مبدئيا كده اي ديزيز لما بيجي في جسم الانسان بيبتدي يعمل حاجه اسمها برودوما. ما معنى برودوما؟ يعني سبيسيفيك سيمبتومز. يعني سيمبتومز You can never diagnose a disease through these symptoms. مش ممكن ابدا حتى مهما كنت شاطر يعني تقول لا السيمبتومز دي ماشيه جدا مع السكارلت فيفر. السكارلت فيفر بكتيريا اسمها جروب A بيتا هيمولايتيك ستريبتوكوكاي اللي بتيجي تزورنا. طب ما هي لما بتيجي تزورنا ايه اللي بيخلي السكارلت فيفر دي تبقى ظاهره على جسمنا؟ البكتيريا بتيجي في الزور ان ذا فايروس لكن هي بتسكريت توكسن، التوكسن ده بيعمل حاجتين بيخلي الليمفوسايتس تطلع سايتوكاينز كتير جدا. السايتوكاينز دي بتعمل فاز ودايلاتيشن تحت السكن فتعمل لي مناطق لونها احمر. السايتوكاينز دي بتموت الايبيثيليوم فتقشر جلدي. نقول تاني هي بكتيريا اسمها ستريب طول عمرهم عارفين الستريب جروب ايه بتعمل لك ستريب بس انواع معينه مستفزه للليمفوسايتس تقوم الليمفوسايتس تطلع سايتوكاينز تعمل حاجتين السايتوكاينز من يقولهم لي فازو دايلاتيشن يعني ريدنس والحاجه الثانيه بيلينج اوف ذا سكين اند ذا ميوكوس ميمبرين نتيجه الدامج اوف ذا ابسيلي. نقرا السطرين الاولانيين. It is caused by erythrogenic toxin. ليه سموه erythrogenic؟ عشان بيخلي الجلد لونه احمر يعني محمر. Producing group A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. هي بتطلع توكسن احمر؟ لا هي بتطلع توكسن يخلي الليمفوسايتس تطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز بتعمل فازو دايلاتيشن واحمرار والسايتوكاينز هي اللي هتموت الابيثيليوم بعد كده. طبعا هي انا قلت دايما يوجوالي احنا مناعتنا بناخدها من الام بتقعد 6 شهور وبعد كده من 6 شهور لسنتين يجي لنا فايرال انفكشن وبعدين على سن سنتين يبتدي يجي لنا بكتيريال انفكشن عشان كده دايما لما بنتعرض للستريب بتبتدي عند سن سنتين 3 4 مش ابدا في اول سنه في العمر. ما بنخرجش من بيتنا كتير في اول سنه ما بنشوفش بكتيريال انفكشن كتير. لكن انا قلت لكم الفيروس بيجي لي لحد بيتي لو فاكرين بيدخل لي عندي لانه ايزلي سبريد ومش اي دروبلت انفكشن ينتشر لا الفيرال دروبلت انفكشن ات از ايزي تو سبريد اكتر ده بكتيريا من سنتين الى 10 سنين واي دروبلت انفكشن مور ان ذا وينتر فهنكتب الكلمه دي سبامبا ات از مور ان ذا وينتر. احنا قلنا الفيرال انفكشن بيجي بعد 6 شهور نتيجه انه كان ايزلي سبريد. طب ليه ما بيجيش قبل 6 شهور؟ قلنا عشان عندنا اميونتي. لكن في اول 6 شهور حد عارف كان بيجي لنا ايه؟ نوع الانفكشن فانجل انفكشن لان احنا ما عندناش اميونيتي انهيرتد اجينست ايه؟ فانجل. تعالوا بقى نروح لحاجه اسمها الانكيوبيشن بيريد. ذا انكيوبيشن بيريد اوف بكتيريا شورت اور لونج. انا مش جاي اقول لك الانكيوبيشن بيريد كام يوم ما تقراها لوحدك. بس انا عايز اشوفكم فاهمين هي ليه الانكيوبيشن بيريد بتاع الهيباتيتس 6 شهور والانكيوبيشن بيريد بتاعت السكارلت 3 ايام؟ ليه؟
يا جماعة البكتيريا مش محتاجة انتراسيلر انفيجن ودي ان ايه امبلانتيشن، يعني الفيروس بيدخل جوه الخلية ويحط الدي ان ايه بتاعه او الار ان ايه بتاعه ويبتدي بروليفريت انسايد السيل عشان يظهر، فدورة حياته طويلة. لكن البكتيريا دي بتدخل تتغذى وتاكل وبروليفريت immediately، وهي مش محتاجة انها تخش جوه الخلية. It is not cellular dependent organism، هي totally dependent على نفسها، محتاج بس تغذية، محتاجة سكر، محتاجة دفء، وتبتدي تتكسر لوحدها. That's why the scarlet fever incubation period بتاعتها، حد يقول لي long ولا short؟ very short، 3 ايام. لكن لما اجي للميسز اقول لك الانكيوبيشن بيريد اقول لك 10 ايام، لما اجي للروبيلا اقول لك 21 يوم، لما اجي للهيباتيتس اقول لك شهرين ثلاثه. لكن عمرك ما تشوف الانكيوبيشن بيريد بتاع الابسس فتره طويله، ده فتره قصيره، فهمنا ولا لا؟ يبقى الانكيوبيشن بيريد فتره قصيره اللي هي 3 ايام. كلينيكال بيكتشر بتبدا بالبرودوما، ما معنى البرودوما؟ نون سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر، هي البكتيريا بتبدا فين؟ اندفاعات. يوم الطفل ده يجي له هاي فيفر، فيفر هيديك اريكسيا مليز الاسكامبا بتاعتنا مع احساسه بسور ثروت، لكن لما ببص جوه زوره في اول يوم ما بلاقيش حاجه خالص، عشان كده مش قادر اشخص وسميناها برودروما. سوزا برودروما از نان سبيسيفيك، يعني تمشي اي انفكشن، فيفر هيديك اريكسيا مليز. ان ذا نيكست داي بتبتدي التوكسينز تاثر جدا على الزور وتخلي الزور كله لونه احمر. اعتقد كلكم شايفين المنظر، ماركت بكونجستد اورال كافيتي ابتداء من التونسلز البلد، وممكن كمان الريدنس يوصل لغايه الشفايف نفسها، وكل ده من الايروثروجينيك توكسين. يبقى في سيفير سورسور في الاول مع فيفر وهيك ده فين ده؟ ده في البرودروما. الله، بس مكتوب في البرودروما يا دكتور وابدومينال فين؟ ازاي يعني؟ يوجوالي البكتيريا اللي بروليفريت في زورنا يا حبايبي بتنزل تبروليفريت كمان في الانتستين، ولما البروليفريت في الانتستين بتنفيد الميزنتريك لينف نودز، عارفينها؟ دي سب بريتونيال، وتعمل الم في البروتينيه كان عندك مغص في بطنك، وبالتالي منطقي جدا ان مع السورس روت تلاقي مكتوب ابدومينال بين. واضحه دي ولا مش واضحه؟ ده لمده يوم واحد بس. ان ذا نيكست داي هلاقي سيفير ريدنس ان ذا ماوس باستثناء، بصوا يا جماعه ايه ده؟ الطنج. حد يقول لي الطنج عامل كده ليه؟ ده ابيض باستثناء البابيلي اللي انت نقطه 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 اللي انتوا شايفينها كده، عشان كده هم سموه بشبه هو. افصل التكييف. طب يا ريت افصلوا لنا واحد منهم يا جماعه. جيبي كمان فيري ايزي كده. خلاص وصلنا واحد واحد عنده. لا ما بيصيروش الاثنين طبعا. انتوا عارفين يعني ايه سورس روت؟ يعني وجع في الزور وليس ريدنس. There is a marked difference between sore throat و redness. اقرا البروتوكول معايا. fever headache anorexia ليس sore throat. يا ابني sore throat يعني الم وليس احمرار. و vomiting و abdominal pain. اكتب جنب abdominal pain mesenteric lymphadenitis. اكتب جنبها كده ليه بيجي دايما abdominal pain mesenteric lymphadenitis. And it usually present مع اي سترد في الزور بيحصل ميزنتريك لينفا دينايس. وخلينا الكلام ده سنه ثانيه. كل ده في البرودروما. انا رجعت اقول ان البرودروما فيها ابدومينال بين، انا رجعت ثاني عشان اقول البرودروما فيها ابدومينال بين وفيها بومينال، نتيجه ان السترد اللي بتاتاك الزور بتاتاك في نفس الوقت مين؟ الابدومينال. ثاني يوم بتنتهي البرودروما وتبدا الكلين كلينيكال بيكتشر الواضحه اللي منها اقدر اشخص سكارلت فيفر. لسه شايف حالا امبارح على فكره سكارلت فيفر يا جماعه بتبتدي باحمرار في الماوس، بس اهم حاجه تبصوا على الطنج. الطنج ده يا جماعه تحس انه لونه ابيض صح؟ بدا البابيلي ايمرج فروم ذا وايت كوت، وبيسموه عشان كده عامله زي الفراوله البيضاء. ها الفراوله اللي في الاسكندنافي اريا يا جماعه بتبقى لونها ابيض كده ويسموها وايت ستروبري طنج. ده نتيجه ايه يا شباب؟ خليكم معايا وبعدين احنا هنقرا في الاخر. ده نتيجه انه حصل نكروزس في الابيثيليوم. كنتم عارفين كده مين اللي عمل الكروز في الابيثيليوم؟ التوكسين اللي طالع من الاستريبت خلى الليمفوسايتس تطلع سايتو كاينز، والسايتو كاينز عملت حاجتين، عملت الايه؟ الريدنس، وعملت الديجنريشن فين؟ في الابيثيليوم. جميل جدا. وبعدين يا دكتور خلص اليوم ده، خليكم ماشيين معايا، انا عامل حاجه اسمها تايم لاين، يعني انا بكلمكم يوم البرودروما خلص
ووجع في البطن ووجع في الزور وفيبر وهيدك وانوريكسيا وملاريا. تاني يوم الزور لونه احمر، الماوس لونه احمر، بس التانك فيه ايه؟ وايت ستروبري. تالت يوم يبتدي الراش يظهر at the base of the neck، يعني تحت الرقبه مباشره، ويبتدي الراش ينتشر من البيز اوف ذا نيك تو ذا هول ترانك. ده الكلام ده حصل امتى؟ تالت يوم. هو ده يوم اتنين تلاته اربعه. تالت يوم بقى من ظهور الراش يبتدي الراش ينتشر على الجسم كله. بس حد يقول لي الراش ده لارج ولا سمول؟ فيري سمول راش، ولما تمشي لك عليه تلاقيه فيري رف، يعني محبب مش فلات، فيسموه بوز سكين. عارفين يعني ايه بوز سكين؟ جلد البطه او جلد الطيور لما يتقشر تلاقيه فيه حبوب كده، يسموه بوز سكين، او يسموه ساند بيبر راش. يعني ايه ساند بيبر؟ ورق الصنفره. وده بيبقى خشن ولا ناعم؟ بيبقى خشن. بس خدوا بالكم الراش انتشر للجسم كله، بس بدا فين؟ وكمان في ساعات بيبدا في الاكزيلا. بس حد يقول لي احنا حاسين ان الفيس از ديفرنت. يس ذا فيس هاف نو بابيولار راش. لا ده ديفيوز ريدنس، احمرار الوش كله على بعضه باستثناء الحته اللي اراوند ذا اورال كافيتي ذات ريمين نورمال. عبد الله السلامي ذات ريمين نورمال، محدش يعرف اشمعنى ليه ما تتاثرش بالتوكسنز. انتوا عارفين سموها تسميه غبيه جدا، سيركم اورال بالون. سموها ايه؟ سيركم اورال بالون. دكتور الطنجة اخباره ايه؟ بص الطنجة هيحصل له ايه في اليوم الاخير؟ حد عارف ايه اللي حصل؟ على فكره ده مش طفل حاطط فراوله في بقه، ده لسان، وده اسمه ريد ستروبري طنج. ريد ستروبري لما الممبرين ده بيقع بيبان ان اللسان كمان كان احمر زي الزوق. حصل ايه في الممبرين؟ حصل له كومبليت بيلينج ان ذا ثيرد داي. يبقى يا جماعه لما نذاكر اسكارلت قبل ما نروح نقرا الكتاب، هي بتتذاكر تايم لاين. في العالم كله بيذاكر حاجه اسمها تايم لاين، يعني نرسم كل يوم لوحده وبعدين نروح نقرا الهبل اللي في الكتاب. اول يوم البرودروما كان فيه وجع في الزور ووجع في البطن وفاهم. تاني يوم حصل عندي ايه؟ كونجيشن في الثروت في الماوس، لكن الطنج ظهر عليه وايت كوت نتيجه الديجنريشن في الانثيليوم. مركزين معايا؟ الديجنريشن في الانثيليوم ده طالع منه بابيلي فشبه الفراوله البيضاء. نيكست داي التاني يوم على طول من الراش اللي في الماوس يطلع الراش التبيزو زمانك ثم ينتشر على الجسم كله. And this rash is very fine babular not macular. Babular يعني elevated. فمشي ايدي عليه احس ان هو ايه؟ خشن زي ورق السنطره او لايك ذا بوز زي الجلد البطه لما تقشرها من الريش. بس في نفس اليوم التالت ده الراش نزل لتحت وطلع لفوق على الفيس، عمل ديفيوز ريدنس but sparing the area around the mouth what is named the circumoral bulb. في نفس اليوم ده اللي هو اليوم التالت لو بصينا على التانج هنلاقي التانج اخباره ايه؟ بقى ريد ستروبري، يعني حصل بيه ان الميمبرين فاصبح شبه الفراوله اللي لونها احمر. ده كان اليوم رقم ثلاثه. يعني ادا يوم ادا اثنين ادا ثلاثه قدامك واضحين جدا، ركز معايا جدا ونكمل التايم لاين. يا نهار ابيض في اليوم الرابع اللي بيحصل في الجسم؟ بيحصل بيلينج، والبيلينج بيبتدي في الجسم وفي الترانك. يعني في الترانك الجسم كله بيقشر. انا قايل لكم ان في سايتوكاينز طلعت موجوده في الايبيثيليوم، الايبيثيليوم بس الطنج سبق وقشر خلاص. الجلد بدا يقشر في اليوم الرابع الى اليوم السابع يوصل التقشير للايدين. وعند الايدين بيبقى التقشير في الجسم ناعم، لكن في الايدين زي ما يكون بتقلع جلاس، تقلع جوانتي. So it happened like peeling of the hand and foot. تمام؟ زي ما يكون حد بيشيل جلاس من على ايه. Finally بيتفضل كل حاجه بتخف باستثناء الكيرودا الفصه. بعد ما بتقشر بيفضل فيها خطوط غامقه كده شهرين ثلاثه اسمها باستيا لاينز. تمام؟ خدنا التايم لاين وشفناه از ستوري. ما تيجي نقرا الكتاب نلاقي الكلام مكتوب وحش. طبعا كلكم عارفين يعني ايه اكزانسم وانانسم. حد عارف يعني ايه اكزانسم؟ حد عارف يعني ايه انانسم؟ انانسم يعني راش انسايد ذا بودي، يعني على النيوكاس ممبرين. اكزانسم يعني راش اوت سايد ذا بودي على السكن. تقسيمه غبيه جدا. انت ليه عاملها كده؟ انت كان المفروض تمشي تايم لاين، لكن هو بيتكلم على الراش اللي جوه بقي لوحده والراش اللي على السكن لوحده. بيقول لك انه بيحصل ريدنس اند ايديما اوفر ذا تونسل والفارنكس والبلد. ده من اول يوم طبعا. لكن اللسان هيبقى فيه ايه؟ وايت ستروبري تانج كفرد ويز وايت كوت اند ريد ايديميتس بابيلي ايمرج. وده من اول يوم. اكتب برضه على السطر الاولاني فيرست داي ريدنس وايديما من الفيرست داي بعد مرور البرودروما. اول يوم الاقي الزور كله احمر واللسان فراوله بيضاء.
وبعدين بيقول لك في اليوم الثالث التانج بيحصل له ريد ستروفر تانج، بيحصل له ايه؟ بيلينج اوف ذا وايت كوت، ويفضل اللون الاحمر اللي شفناه في الصوره. هو كده قسم الرش الى نوعين، بيتكلم على الماوس لوحده وبيتكلم على السكين لوحده. وطبعا ده اسلوب فاشل جدا جدا، واحنا مضطرين نكتب زي كتاب الاسم عشان ناخد الدرجه. نروح للصفحه اللي جايه. هي الاكزانسن بقى بيبدا في اليوم الكام؟ مين فاكر؟ الاكزانسن بيبدا امتى؟ الرش اللي اوتسايد بيبدا امتى؟ تاني يوم صح؟ اقرا كده فاين باكيولار راش اللي سموه ساند بيبر ورق الصنفره او سموه بوس فليش جلد البطه او جلد الوز ابير اون ذا سكند داي ات ذا بيس اوف ذا نيك عند اكسلا وبيبيكام جنرالايزد يعني بينتشر في الجسم كله في 24 ساعه. وحد يقول لي ايه فايده السطر اللي مكتوب بلانش ويند بريشر؟ عشان بتوع الهيماتولوجي يا شاطرين صح، عشان افرق بينها وبين البرجر، عشان افرق بينها وبين الفاسكولايتس، عشان افرق بينها وبين النزيف اندر ذا سكين، افرق بينها وبين المنجايتس. ذيس راش بلانش يبقى ده جاست دايليتد بلاد فيسل. الراش دايليتد جاست دايليتد بلاد فيسل. نكمل كلامنا. The cheek are flushed with pallor around the mouth. مره طالب السنه اللي فاتت بشرح كده قال لي طب وايه اللي جاب له انيميا؟ انا بقول بارور اراوند ذا ماوس يعني الحته اللي حوالين الماوس كلها لونها ابيض مش جاله انيميا حضرتك تمام. ذا راش فيد، بص كده الراش بيختفي امتى؟ من اليوم الرابع لليوم الايه؟ السابع. كمل كده. ذا راش فيد وذ براينينج سكوميشن. يعني ايه براينينج سكوميشن؟ زي ناعم زي الرده زي الدقيق. كلمه برين يعني كدقيق مش بني مش براون يعني brainy disformation يعني ناعم كالدقيق. brainy disformation that begin in the face then the trunk and finally in the hand and foot. حد يصلح الكلمه دي يا جماعه؟ finally the hand and the foot شو ايه؟ بيلي. انا بقول الايدين والرجلين اللي مش شرط فيها براس. hyperpigmentation هي الحاجه الوحيده اللي بتتفضل في الاخر والتي تسمى vascularize. ايه رايكم انه الطب كان المفروض بيبقى كله تايم لاين؟ اي حاجه ليها تايم لاين في الطب بتمشي كده، لكن احنا فشله حتى في طريقتنا في الكتابه. ارجع معايا تاني عشان ما اكتبش. البرودروما دي كان فيها وجع فين وفين؟ الثروت اللي اند ابل وفين فيها فين؟ البرودروما فيها هاي فيبر والفيبر بتاعنا اكتر مع ظهور الراش. ركز معايا، الراش اول ما بيظهر ايناف من جوه، يبقى في صوره كونجستد ثروت، كونجستد تونسل، كونجستد ماوس، بات ويز ايه؟ وايت بروبر تانك. مين يقول لي تاني يوم هيحصل ايه؟ الراش هيظهر فاين بابيولا راش عند البيزو سام نيك والاكزيلا ويسبريد فين؟ تو ذا ترانك ويسبريد فين؟ تو ذا فيس. مين يقول لي على الفيس هيعمل ايه؟ ديفيوز ريدنس ولا فاين بابيولا راش؟ لا ديفيوز ريدنس. سبيرنج ذا ايه؟ ذا سيركم اورال اريا فيسموه سيركم اورال ايه؟ بابيولا. مين يقول لي الراش هيخف في اليوم؟ لا سوري التانك هيبقى ايه ساعتها؟ ريد ستروبر تانك. مين يقول لي اليوم الرابع هيحصل ايه؟ فاين ولا كوز؟ اتس فاين. يسمى برين. اللي ما يعرفش يكون برين يكتب فاين ديسكوميشن يعني ناعم كالرده كالباودر. واخيرا الطفل ده بيحصل له بيلينج في الهاند والفوت على تقريبا اليوم السابع، وما بيتفضلش للطفل اي علامات غير الفاسكيا لاينز فقط. لا امرني بيبقى عامل زي الرمل، بيبقى الجلد بيبقى خشن، تمشي ايدك على الجلد تحس ان الجلد فيري رف نتيجة انه very fine papular rash جنب بعض. قاعدة عامة عايز اعلمكم قواعد لان الانفكشن مش محتاج يا حبيبي كل ده لسه ما كتبتش. عايز اعلمكم قاعدة مهمة جدا لو انا عايز اتكلم في كومبليكيشن يا جماعة لاي انفكشن. طبعا احنا خدنا القواعد دي بس انا فكرت بيها. انا عندي كومبليكيشن لفيروس وكومبليكيشن لبكتيريا. الكومبليكيشن اوف بكتيريا معروفة. نمبر 1 لوكال سبريد يعني تروح في اي حته حواليها. نمبر 2 سيستميك سبريد. نمبر 3 لا مش كورونيس. نمبر 3 سكندري اميون ديستربنس خلل في جهاز المناعه. بعد ما البكتيريا جت لي ممكن يحصل عندي سكندري اميون ديستربنس. دي قاعده الفيروس. يقول الفيروس ايه مشكلته؟ هنا بقى الفيروس بيحب يروح اورجن معين فيبدا يعمل لك اسهال وبعدين يروح الانتيريور هورن وذا سباينال كورد يعمل بوليو. مين ده؟ البوليو مالايتس.
الميسلز تبدا في زورك وبعدين تروح البرين تعمل انكيفالايتس. الهيباتايتس يبدا بدايريا في الجي اي تي وبعدين يروح الليفر يعمل هيباتايتس. So any virus ليه كومبليكيشن مشهوره اسمها organ predilection، يختار organ معين يروح له. خلاص الاورجن ده هو الاورجن الرئيسي اللي الفيروس كان داخله، لكن هو دخل الاول مثلا السكن وبعدين راح الاورجن الفلاني. الحاجه الثانيه الفيروس ده ممكن يندوس سكندري باكتيريال انفكشن. يا جماعه دي استنبه معروف، اي فيروس بيندوس سكندري باكتيريال انفكشن ثانيه واحده، والسكندري باكتيريال انفكشن يعني ايه بقى؟ يعني لوكال او سيستميك سبريد. طب انا بعدين القاعده دي عشان تعرفوا بعد كده دايما الكومبليكيشن من غير احنا النهارده بكتيريا ولا فيروس اللي استعملت؟ بكتيريا. بكتيريا اتفضلوا قولوا لي لوكال سبريد وسيستم بتروح فين وسكندري اميون ديستربنس. ايه اللي ينفع الكلام ده يعني؟ اه تعالوا نجرب كده لوكال سبريد للسكارلت هي فين؟ في زون. طب ما تنزل الليمف نود سيرفايكال الليمف نود، طب ما تطلع سينوسايتس وتايتس ميديا ماستويدايتس وتخش على البرين تعمل ساينس ترومبوفلوبايتس وتخش على المننجيز مننجايتس يا عم لف في الراس. لا 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 كمان ما هو منظوري ممكن تنزل تعمل تراكيايتس وبرونكايتس وبرونكونيمونيا دي لعبه حلوه قوي. اتس لوكال سبريد والديستنت سبريد از فور فيري فاسكولار اورجن. يعني ديستنت دي سهله جدا، اوستيومايلايتس فيري كومن وارثرايتس مع اي بكتيريا انفكشن. ليه؟ لان دي فيري فاسكولار ستراكشر البكتيريا بتطلعها بسهوله. Secondary immune disturbance. مش فاهمين يعني. مش احنا لما بيجي لنا ستريبتوكوكال انفكشن بيجي لنا بعدها روماتيك فيفر ده خلل في المناعه، مش بيجي لنا بعدها جلوميريولونيفرايتس. يبقى لو انتم حافظين القاعده دي يا جماعه باذن الله هتالفوا اي كومبليكيشن لاي انفكشن حتى لو انتم ما سمعتوش عنها. سهله؟ تعالوا نقرا. لوكال سبريد سيرفايكال ادينايتس سينوسايتس تايب ايميوز ماستويدايتس لاترال ساينس ترومبوفلوبايتس برونكايتس برونكونيومونيا اكتيف تراكيايتس ناقص. الديستنت اوستيومايلايتس وارثرايتس ومننجايتس. على فكره المننجايتس ممكن تبقى لوكال وديستنت، يعني ممكن البكتيريا من زوري تروح البلاد تروح المننجيز، وممكن البكتيريا فروم ماي فارنس تو ذا ماستويد تو ذا مننجيز، يعني ممكن يبقى لوكال وممكن يبقى ايه ديستنت. مش قضيه خالص يعني، لكن المهم جدا السطر الاخير ليه كومبليكيشن بوست ستريبتوكوكال جلوميريولونيفرايتس وبوست ستريبتوكوكال روماتيك فيفر. ثانية واحدة، حاسين انكم بتعملوا ايه؟ تسلم لي يا حبيبي ربنا يكرمك. احنا هنشرح، احنا مش هنكتب جلوميريولونيفرايتس كلمة، هنكتب تحتها أربع سطور: هيماتوريا أوليجوريا هايبرتنشن أند إيديما، وهنكتب أربع خمس سطور تحت الروماتيك فيفر which is characterized by the five major criteria: carditis سطرين جنبها، arthritis سطرين جنبها، subcutaneous nodules، erythema marginata، and rheumatic query. هو ده انا هكتبه. اوعى تكون انا قلت ان السؤال ده كلاس ايه عشان هو بيسال في الانفكشن. هذا السؤال في ثلاث شباك، هو امتحنك في الجلوميريولونفرايتس وامتحنك في الروماتيك فيفر وامتحنك في السكارلت فيفر، وبالتالي كانه ضرب ثلاث شباك مع بعض في وقت واحد ولا لا؟ اكتبوا بعد اذنكم واشرح الميجور كريتيريا بس. نعم؟ الميجور كريتيريا بس. رأيي لا، يعني رأيي لو تقدر تكتب لي جنب الكارديتس كده اتس بان كارديتس انفولفينج ذا اندوكارديوم مايوكارديوم اند بيريكارديوم. رأيي ان انا اكتب سطر كده يوريني ان انا خلي بالك انا مذاكرها يعني. ما فيش حاجه يا بنتي قدامك خالص، يعني انت اللي قدامك ار اف بس، حرفين ار اف تمام. يعني لو حد مثلا مش مركز قوي وهو بيذاكر سقط ار اف دي ممكن يفكرها رينا الفيلم. تضيع تضيع يعني الكتاب يضيع، اي حد بيذاكر الكتاب يضيع، بس لو الا اذا كان بيسمع او بيحضر يعني بس تمام. فلو بتسمع على ربنا يكرمك. نفسيه وحشه، نفسيه الناس بقى وحشه قوي يعني. طبعا عايز اقول لكم فضلكم فضل طلبة القصر العيني، يعني طبعا صحاب الفضل عليا، احنا عملنا بره مصر وصلنا 183 ألف داونلود على مستوى الوطن العربي.
الحمد لله. الموقع عمل 183,000 داونلود للاوديوز بتاع فيلم الاطفال. فده طبعا كل فضلكم يعني، من غير كده ما كانش حد هيسمع مين يعني. نرجع لموضوعنا. هنروح هنفضل نغني كده كتير. طب انقلكم هقوم طبعا. لا مش كويس. طب عايز اركز. يعني انتوا قاعدين تحت وديني، فانا مش عارف اركز. يلا يا جماعه نروح بعد كده للانفستيجيشن. اي بكتيريا في الدنيا دي ستامبا، دي مش محتاجه من 10. اي بكتيريا في الدنيا عشان نعرف اذا كان تعالي لازم تقربي بسرعه. معلش احنا هنعتبر مسافه كيلو يا جماعه. حد يقول الكلمه دي مؤسسات يا جماعه اللي انا جبتها للشاطرين؟ اتمنى تكونوا عارفين ان في ستامب انفستيجيشن للبكتيريا وللفيروس. مليون بتاعت البكتيريا كلكم حافظينها يا جماعه، خدناها في السي بي سي. بنعمل سي بي سي لها ايه؟ ليفوسايتوزس. وايه كمان؟ وبانديميا. ممتاز. وايه كمان؟ وممكن الاقي حاجه اسمها توكسيك جرانيولز. اعمل ايه كمان؟ اي اس ار. اعمل ايه كمان؟ سي ار بي. واعمل ايه كمان؟ كالتشر. دي كلها ستامب يا جماعه، تقدروا تحطوها في اي مكان. كالتشر منين المره دي؟ فروت سواب. يا دكتوره افرض انا رحت للدكتور متاخر 3 4 ايام، في حاجه افضل من الكالتشر؟ ادور على انتي بوديز ضد البكتيريا اسمها انتي ستيرولايزن. اوه يعني ستيرولايزن. اذا دي ستامبه المفروض كلنا اصلا مش محتاجين نذاكرها، احنا عارفين ان اي بكتيريا بنعمل لها سي بي سي وسي ار بي واي اس ار وكالتشر من المكان اللي هي فيه. خلي عندك ستامبات الشابتر الانفكشن كله ستامبات، وبعدين بعد كده لا انا ممكن ادور على البكتيريا دي عن طريق البحث على الانتي بودي بتاعها في السوتي. طيب اروح لحته مهمه جدا جدا، التريتمنت. طبعا التريتمنت لازم تقوله بريفنشن. هل في فاكسين للاستراتيجيه؟ لا. سكندري انيميا، اي انسان في الدنيا عنده سيفير بكتيريا انفكشن بيحصل سبريشن للبون مارو وانيميا. فاكر في السي بي سي لما قلنا اي انفكشن ممكن يعمل انيميا؟ فاكر؟ مش فاكر حصل خير؟ هو في حد هنا ما حضرش السي بي سي؟ بقول لكم حضرت. حضرت؟ بس مش فاكر. انتوا عارفين في امتحان الاسبوع الجاي في السي بي سي؟ لا السي بي سي ده يا جماعه اللي عندي خلاف تلفزيون. والله مش كلهم بيحبوا. سبريشن للبوم مارو فهيحصل انيميا. يلا يا جماعه بعد اذنكم الاستريبت مالهاش تطعيم، فهتكتب لي بس كده وقايه من الدروبليت انفكشن. انتوا عارفين الكلام ده في الكوميونتي، سانيتيشن اوف انفايرمنت، جود ايريشن، افويد كراودد اريا. دي ستامبه بتتحط من الكوميونتي ولازم تكتبها. سانيتيشن اوف انفايرمنت، جود ايريشن، افويد كراودد اريا. دي جنب كلمه افويد دروبليت انفكشن. العلاج مضادات حيويه، وانا كنت قبل كده نزلت لكم اسماء انواع البنسلين. مين فاكر اول نوع بنسلين كان اسمه بنسلين جي؟ صح. والبنسلين طبعا في اسمه بنزاسين، والوحيد اللي اورال كان اسمه بنسلين في. حد يعرف اسمه كبير؟ لما مليت قلت له اسمه فينوكسي نسايد بنسلين، ولا حد فاكر. لكن اسمه بنسلين في ده بيتاخد اورال. ليه افضل ان انا اخده اورال؟ عشان يقابل البكتيريا اللي في الفارس، لا ويقابل كمان اللي في الجي اي تي اللي وجع بطن الولد. فمن افضل الحاجات ان انا ادي اورال بنسلين في. الجرعه مش عليها. لو فشلنا مش هينفع ناخد بنسلين في، ناخد عضل بقى بروكين بنسلين. ليه 10 ايام؟ عشان بين قوسين اكتب ايراديكيشن. طب واللي عنده حساسيه؟ ريزرومايتس. ستامب اي بكتيريا انفكشن، خافض حراره وادور على الكومبليكيشن احاول عليها. دي ستامب حضرتك تحطها بسهوله جدا، مش محتاجه حاجه. ديتكشن اوف ليت كومبليكيشن، يعني العميان ده لازم اعمل له ايه وايه؟ اعمل له ايه وايه؟ طب علشان الجلوميرولونفرايتس اكتبوا يورين اناليسيس. ده كفايه. لو انا عملت يورين اناليسيس بعد اسبوعين ثلاثه ولقيته كويس ما عندوش كاست، الولد ده كويس. طب يا دكتور الروماتيك فيفر يعني اعمل ايه مثلا؟ اعمل ايه؟ ايكو لكل عيان هيجيله سكارلت فيفر. ايكو دي صعبه قوي، يكفي بس ان انا اعمل ايه؟
ESR. ESR. ESR بعد اسبوعين يا جماعة الاقيها بقت فوق ال 100 او اعرف ان الولد ده قلت له صح ESR. البروجنوزز ده كلام فاضي انا مش هقراه حتى لكن اوعى تكون فاكرين ان الحاجات دي اه دي امراض هايفه بس في يعني كان في مغنيه من اشهر مغنيات اليو اس اي سنه 1945 دايت بسكارلت فيفر قبل ما يكتشفوا المضادات الحيويه قبل ما يستعملوها سكارلت فيفر وموتتها على طول كان يا جماعه سكارلت فيفر دي كانت بتموت زمان يعني احنا بنعدي عليها هايفه كده نقولها دي كلاس ايه مثلا يلا بينا نروح للميزنز بسرعه ففكرت تاني ان انتوا لو فاكرين ان الكوست اوف اورجانيزم والمود اوف انفكشن والانسيدنس والانفكشن فيري والانفكتيفيتي لو انتوا حافظين اللي فوق دول كده يبقى ان شاء الله هنكتب كويس في الريتي ده نظري السؤال ده هيبقى بلس رايت اس بي يا جماعه شيء يعني انا هخلي السكارلت فيفر هي الايه الوحيده والباقي كلها هيبقى بلس بي ولا كده طبعا انتوا عارفين السبب هو الميسيس فيروس وانا عادي عليها بسرعه المود اوف انفكشن طبعا دروبلت وطبعا كلكم عارفين انها دلوقتي قلت قوي عشان في ايه؟ فاكسين عشان بيقول لي انت موست كومن بيفور فاكسين نفس ده الانسيدنس الانكيوبيشن بيريد فتره الحضانه 10 ايام واحنا اتفقنا دايما لما نقارن بين الفيروس والبكتيريا نلاقي البكتيريا الانكيوبيشن بيريد بتاعتها فيري شورت اما الفيروس فهو حسب دوره حياه الفيروس في فيروس بيبقى الانكيوبيشن بيريد بتاعته 6 شهور زي الهيباتايتس او سنتين ثلاثه زي الاتش اي في او انكيبيشن بيريد قصيره جدا 10 ايام لكن عمرها متقرب من يومين او 3 ايام كده المهم يعني الانكيبيشن بيريد 10 ايام ايه الانفكتيفيتي دي حد عارف؟ امتى بيبقى يعني يبقى معدي يعني طب ايه الفكره؟ لو انسان معدي في فتره الانكيوبيشن يعني ايه الانكيوبيشن؟ يعني الفيروس انكيوبيشن بيريد يعني الفيروس داخل مصر بس لسه ما ظهرش عليا اي اعراض خالص لو انا معدي في الفتره دي هيبقى ديزيز اوف ابيديمكس وهقول من دلوقتي حالا الميسلز الميسلز مش ديزيز اوف ابيديمكس الميسلز يا جماعه بتعدي مع السخونيه ابتدي اسخن ابتدي ابقى معدي مركزين معايا فانا هسخن هقعد في بيتي لكن الروبيلا معديه اسبوع برودروما في الاسبوع ده بيقول لك الانسان بيبقى معدي كويس بس في البرودروما هيلسي ولا ان هيلسي؟ هيلسي بيعدي كام في اليوم؟ اتليست الطفل بيعدي من 30 ل 50 طب قولوا لي كده هيعدي كام طفل؟ عد كده 30 في 6 ايام بتوع الاسبوع 180 طب قولوا لي يا جماعه ال 180 دول هيعدوا كام واحد؟ كل واحد فيهم هيعدي كام؟ 180 اضرب 180 في 180 كده واضرب الرقم اللي يطلع في نفسه يطلع نسبه الانتشار في شهر تخطت النص مليون فهمتوا يعني ايه معدي في الانكيوبيشن بيريود؟ يعني ايبيديميك عشان كده احنا واجهنا كذا مشكله روبيلا في السنين اللي فاتت لو تفتكر صح ما هو معدي في الانكيوبيشن بيريود كان ريزلت ان ايبيديميك اما الشيء المعدي ديورنج انا عيان لا ما بيعملش ايبيديميك يعمل لوكال سبريد صغير كده حواليا في عيلتي وخلاص كبير النقطه دي ولا لا عشان كده الانفكتيفيتي مهمه جدا فروم ذا برودروما اكل جنبها الحمد لله بس يبقى الميسلز ما بتعملش ايبيديميك عشان كده زمان كان في حاجه اسمها حفله الميسلز عارفين الميسلز بقى؟ يعني العيال كلها مع بعضيهم يبتعدوا كلهم عشان يجي لهم انتي بوديز بالظبط عشان العيال كل القريه كلها تعيا مع بعضها وتخف مع بعضها ويبقى الناس كلها طعام كانوا بيطعموا بالليفنج اورجانيزم نفسه الحقيقي يقعدوا العيال كلها في اوضه واحده يقعدوا يلعبوا مع بعض من الصبح بالليل حوالين الواد اللي عنده ميسلز انتوا ما تعرفوش الكلام ده؟ لا بس بصراحه لازم تكون سمعت دي ميسلز بارتي دي مشهوره ده زمان العالم كله كان بيعمل ميسلز بارتي ماشي جميله يعني طيب ليها برنامج خاص بيها ما تيجي ناخد الستوري بتاعتنا تعالوا ناخدها تايم لاين اول حاجه برودروما 3 دايز اوف برودروما برودروما فيها هدايا للدكتور برودروما عباره عن فيفر وكف وكونجكتيفايتس رشح جامد جدا في العين راينايتس سوري وسكريشنز جامده جدا من العين ففي كونجكتيفايتس راينايتس اند كف والحراره فوق 38.5 البرودروما دي كام يوم؟ 3 ايام طب ما كده الدكاتره هيروحوا في ده 3 ايام اروح للدكتور فلان ما يشخصش والدكتور فلان مش هيشخص لا
تاني يوم في البرودروما لو فتحت بق الطفل ده بتلاقي حاجه اسمها كوبليك سبوتس، وهي عباره عن جريش فيري سمول ثين نودولز على البقه الميوكوزا اسمها كوبليك سبوتس، فيري كاركترستيك فور ميست، يعني باثوجنومونيك يعني بيكيوليار يعني تخص هذا المرض. اذا هي البرودروما فيفر وهيديك وامريكسيا وملازم عادي، ومعاها كونجكتيفايتس ما شخصش بيها حاجه، ومعاها كف ما اقدرش اعرف بيها حاجه، يعني حراره وكف وكونجكتيفايتس بس ربنا بيرزقك تاني يوم من البرودروما. ده كام يوم؟ ثلاث ايام بحاجه اسمها ايه؟ كوبليك سبوتس. والكوبليك سبوتس دي يا جماعه بتقعد كام يوم؟ 48 ساعه. طب حلو، يعني عشان خاطري لما تشك ان في طفل عنده ميسلز وان كان دي صعبه، وانت كده كده اي طفل سخن تبص على زوره ما تنساش تبص على خدوده من جوه، دي عاده لازم تتعود. لو اتعودتها وانت في دكتور اطفال شاطر you will discover ميسلز. واسمع بقى لما بكتشف ميسلز بقى بلعب بالام ايه؟ لما انا اقول لها بص مش هقول لها ميسلز انا عليها خوفها اكذب عليك، اقول لها بص يا ماما ابني في الوقت عنده سخونيه ثلاث ايام، السخونيه دي لسه اول بعد يومين كمان هتزيد، واول ما السخونيه هتزيد تعلى شويه تلاحظ ان في رياش طلع على وشه ورا ودانه وتحت الشعر كده وبعدين ينزل على الوش. اقول لها ما تقلقيش، ثاني يوم هتلاقي الرياش نزل على الترنك، ما خلاص الناس نسيت الميسلز، ثالث يوم هتلاقي الرياش بقى في الجيه كمان، فبقى في وشه وايده ورجله، بقى في كل الجسم يعني، spreading from the face to the trunk to the limbs. اقول لها وبعدين ما تقلقيش بقى، الثلاث ايام اللي بعد كده هيختفي الرياش من الفيس، وبعدين يختفي من الترنك، وبعدين يختفي من الاطراف. انتوا عارفين الكلام طبعا، انتوا بتبصوا كده ليه؟ طبعا الام لما تلاقي ايه ده؟ الواد فعلا طلع له رياش. غير بقى الدكتور الظريف اللي ما شخصش ميسلز واداها علاج. الولد اخذ العلاج تاني يوم طلع له رياش. مين اللي كتبت لي علاج بهدل الواد وعمل له حساسيه على جلده والطفح مال جلده، وتروح للدكتور تاني يقول لها يا ماما ده العلاج اللي الدكتور الاولاني كتبه لي. كان شفت القصص دي كلها والله العظيم كتير. ماشي، الناس بدات تنسى الميسلز شويه يعني. يبقى هنبص على الكوبليك سبوتس، ودي بتقعد كام ساعه؟ 48 ساعة. مين يقول لي الرش أول ما بيظهر بيظهر فين؟ في الفيس. حد يقول لي فيزيكولار ولا ماكيولو بابيلو؟ شايفينه ايه؟ يعني حضرتك شايفينه ايه؟ فيزيكلز ولا ماكيولز اند بابيولز؟ ماكيولز اند بابيولز. ستارتنج من ذا فيس. وبعدين تنزل على الترنك وبعدين تنزل على الأطراف. حد يقول لي مدة الديزيز توتال كام يوم؟ ثلاث أيام؟ إيه الحول ده؟ ده ثلاثة برودروما. وده ثلاثة انتشار وثلاثة اختفاء، يبقوا كلهم كام؟ يبقى تسعة ايام. يبقى تسعة ايام، تسعة ايام الديزيز، ثلاثة في ثلاثة انتشار وثلاثة اختفاء. الرش هو بيختفي بيعمل برضو حاجة زي الباودر كده على جسم الانسان، فاين ديسكوميشن، ما يسمى فاين ديسكوميشن. ركزوا معايا قوي في حتة في غاية الأهمية بعد إذنكم. الكيرف ده كيرف الحرارة، ده بي ام سي كيو. هي الحرارة بتطلع فوق 38.5 دين في البرودروم، وبعدين اول ما الرش يظهر تعلى اكتر توصل 40 فور 2 دايز وتنزل. حد يقول لي ديوريشن اوف فيفر كام يوم؟ 3 ايام البرودروما 38.5 وكمان يومين عند 40 وتنزل، يبقى توتال كام يوم كله يا حبايبي؟ 5 ايام. سؤال ام سي كيو مهم جدا، الميزلز الحراره بتاعتها 5 ايام. تعالوا نقرا ميسلز فيروس. احنا هنقرا الكلينيكال بيبر، برودروما الحراره فوق 38.5، كونجكتيفايتس وراينايتس وكف. بعد كده فيها باثوجنومونيك ساينس مع كوبليك سبوتس. اللي عايز يعرف الكوبليك سبوتس دي ايه؟ دي عباره عن انفلاماتوري سيلز، الليمفوسايتس والزينوفيلز، جايه بتحارب الفيروس هنا. عباره عن ليمفوسايتس وزينوفيلز اتجمعت مع بعضها وماتت، عملت نقط لونها جريش. النقط اللي لونها جريش دي على البقره الميوكوزا حواليها حته محمره. الصوره اللي عندك في الكتاب حلوه قوي، يعني الصوره اللي في الكتاب حتى احلى من الصوره دي. طيب اقلب صفحه. الكوبليك سبوتس هي عباره عن جريش وايت ليجنز وثريد اريولا. ايه اللي جاب الاريولا هنا؟ اني سيركمفرنشال ليجن، الحته اللي حواليه يبقى اسمها الاريولا، ما يحيط بالشيء يعني. كويس خلاص. With reddish areola on the buccal mucosa opposite the posterior molars اللي هما السكند والثيرد مولر. انتوا عارفين احنا عندنا ثلاثه مولر، فيرست وسكند وثيرد، opposite the posterior molar اللي هما السكند اكتب والثيرد. تبير on the second day of the prodroma بتوع 48 ساعه. الراش بيظهر في اليوم الرابع. الله، الراش بيظهر في اليوم الرابع
اقصد ان هبيه 3 ايام برودروما رايت والرياش ده يظهر في الفيس وينتشر في 24 ساعه الترند ثم كمان 24 ساعه ينزل على الاطراف ويختفي بنفس الترتيب. اتليف براونش ديسكلاريشن بيسيب مكانه بقع جنبه. عارفين لما واحد يتجرح ويفضل مكان الجرح حته غامقه شويه؟ ودي بتقعد لها تقريبا 3 ويكس. اكتب كده لاست فور 3 ويكس. البقعه الغامقه لمكان الريش يعني بعد الريش ما يروح خالص هيفضل الولد الجسم فيه بقع بني فاتحه زي ما يكون ايه حتت مسبوغه ميلانو سايتس وبعدين بتقعدها اسبوعين ثلاثه وتختفي. اقرا السطر بتاع الحراره بيجي ام سي كيو في غايه الاهميه. السطر الاخير بيقول الفيفر والرايز لغايه 40 مع ظهور الريش بتسبسايد في 2 دايز. اكتب يبقى التوتال ديوريشن اوف فيفر 5 دايز. السرحان التوتال ديوريشن اوف فيفر 5 دايز كده. بجد والله ده بدات على طول شغل عشان زدت يعني انا اسف دي غلطتي انا. طيب المكيول يا جماعه سمول ريد اريا نوت اليفيت. خلاص الكلام اقل من 0.5 سنتيمتر. لكن البابيول سوليد ريد اليفيت اريا سوليد ريد اليفيت. لكن دي سوليد وريد نوت اليفيت يعني دي سوليد ريد بس نوت اليفيت وبرضه سمول حجمها صغير. لو بقت جواها فلويد بقى اسمها ايه؟ بيسكلي يبقى ما بقتش سوليد مش كله بقتش سوليد خالص. تمام. لو بقى جواها صديد حضرتك ولسه صغيره يبقى اسمها باسكيول. الله امال الحاجات الكبيره الليجنز الكبيره احنا عندنا اثنين ليجن كبار. ليجن كبير احمر اليفيتد ده اسمه حد عارف؟ ويل. وليجن كبير ومليان صديد او ميه. لا طبعا انا بتكلم عن السكين بولي اللي بقى فيه الكبيره اللي مليانه ميه اسمها بولي والصغيره اسمها فيسكيل. الليجن اللي مش اليفيتد اسمه ماكيول. الاليفيتد اسمه باكيول. لو بقى جواه ميه فيسكيل وبعدين يبقى اسمه باسكيول. ميه فلويد كبير فلويد لكن لو بقى فيه بصم يبقى اسمه باسكيول. والليجن اللي انيفيتد بس كبير قوي فيري لارج اسمه ويل. والليجن اللي مليان ميه بس فيري لارج يبقى اسمه بولي. الحساسيه ده اشهر حاجه بتعمل ويل الحساسيه واللي بيعمل بولي الحرق. واحنا النهارده بنتكلم في الماكيول وباكيول الريش واضح. احنا خدنا الاسكارلت كانت ايه؟ كانت بابيولر بس صغيره ولا كبيره؟ كانت فيري فاين بابيولر. طب وبنتكلم في حاجه ممكن تبقى ماكيولر او بابيولر فبنسميها ماكيولو بابيولر اللي هي مين دلوقتي؟ اللي هي الميسوس. طيب بس بيتهيألي كان معظم الناس عارفه الكلام ده. طيب ممكن نروح للكتاب تاني. كتبته عند الحراره ان الحراره نقعد 5 ايام. يا رب تكونوا كتبتوا. حد يقدر يقول لي يا جماعه عايزين الكتاب ويقول لي وات از ذا كومبليكيشن اوف فايروس؟ يلا 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 بصوا كده على الفيروس بيعمل ايه؟ اورجان بريديليكشن بيختار اورجان. تقوموا تكتبوا على الميسز من اولها كده فوق هناك عاشق السي ان اس عاشق البرين. كل فيروس هنسميه يعشق اورجان. فاكرين لما قلت لكم هنقول عاشق كذا واستغربتوا قوي؟ هو ده اللي اسمه اورجان بريديليكشن اختيار اورجان يعشقه الاورجانيزم. الميسز يعشق المخ. لا ده انت قلت لنا يا دكتور ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. اصل بصراحه الميسلز يا جماعه بيدمر الاليثيليوم. ما انتوا خدتوا بالكم ان هو بيجي على الزور والسكين وبيقطع الاليثيليوم تقطيع. هو ما بيسيبش الاليثيليوم هيلثي ده بيدمر كل الاليثيليوم. عشان كده ممكن حضرتك يحصل لك فارنجايتس وبرونكايتس ونيومونيا وحتى ممكن الابيثيليوم بتاع اللنج كله من جوه يتقطع ويخرج التي بي من الجوز فوكس ويحصل اكتيفيشن للتي بي. دكتور هو بيقشر الابيثيليوم تاني بتاع الجي اي تي لدرجه انه ممكن يعمل جاسترو انترايتس.
وممكن يعمل حتى ابندسايتس. اذا هو بيدمر الابيثيليوم كله بتاع اللنج يوصل لغايه نيمونيا. بس انت قلت لنا اورجن بريدريكشن بيحب يروح البرين يعمل انكيفالايتس. واعراض الانكيفالايتس انتوا لسه ما خدتوهاش، لكن تقدروا تطلعوا من الجمله الشهيره كوما لان المنينجيال ريجيشن في المنينجايتس مش في الانكيفالايتس. طب خليك معايا. السخونيه بتوصل لكام؟ الحراره 40، ودي جديره انها تعمل فبراير كونفالجن، ودي تاني حاجه تاثير على سي ان اس. لكن فعلا انا ما غلطتش لما سميته عاشق السي ان اس هذا الفيروس. لو راح السي ان اس ولقى انسان معاه كويسه وحس انه هيتقتل يدخل جوه الخليه يستخبى ويخرج من خليه للخليه اللي جنبها ويفضل مستخبى، يبقى ريفريت اونلي انتراسيلر وما يطلعش بره، ويعمل ماس صغيره اسمها انكلوجن بودي. الانكلوجن بودي ده يفضل يتنقل من خليه لخليه لخليه لخليه، المخ كلها تتملي ميسلز فيروس. انسان يجي له ميسلز، القصه دي انا شفتها، ميسلز تجي لك وانت عندك 7 سنين وعلى سن 14 15 سنه تحس انك مش عارف تركز، كلية تبتدي تنسى، مش قادر تحفظ كويس وتنسى بسهولة جدا. وبعدين يبتدي البيهيفير بتاعك مع أصحابك يبقى مش طبيعي، وتصرفاتك مع أصحابك مستفزة. وبعدين يبتدي يبان عليك بقى أعراض الدمنشيا والغباء، وبعدين تكون فالز وتموت. الموضوع ده بياخد 10 سنين عشان يحصل. 10 سنين يعني وارد تكون الأتاك أوف ميسلز اللي جات لك دي جات لك من قد إيه؟ بالظبط كده، من أولى ثانوي. تمام؟ يعني خلي بالكوا، روح دور بقى في تاريخ حياتك وشوف اذا كنت حاسس بديمنشيا اقصد يعني، وده اسمه صاب اكيوت. تسميه دي غلط. صاب اكيوت ايه ده؟ 7 سنين صاب اكيوت؟ انا نفسي اقابل الدكتور اللي سماها صاب اكيوت. سكليروزنج ايوه، لان الكورونيك انفكشن في البرين بيعمل فيبروزس. بان انكيفالايتس يا نهار ابيض، هتاخد البرين كله، الفيروس بيكون في البرين كله. ما بنعرفش نكتشفها الا لما نخش ناخد حته من المخ. نلاقيها مليانه انكلوجن بودز، لان الفيروس ما بيخرجش بره، الفيروس بيبقى فين؟ جوه البرين سيلز. بص في الكتاب تعالى نقرا، حد يقول لي ايه الريسبيراتوري؟ تحت ايه هنا؟ تحت سكندري ايه؟ بكتيريال انفكشن. السكندري بكتيريال انفكشن ده ممكن يفضل لوكال وممكن ينتشر ايه؟ ينتشر سيستم. يلا. اوتيتس ميديا، لارنجيتس، برونكايتس، نيمونيا، اكتيفيشن اوف تي بي، جاسترو اندرايتس، اندسايتس. اكتب على الاثنين دول كده، الاثنين حصل له ايه؟ دامج. فحصل سكندري ايه؟ بكتيريال انفكشن. الصدرين الاول والثاني ايميثيليال دامج، اصل الميسلز بتدمر الايميثيليوم بتقشره تقشير، فالبكتيريا تقول هي فرصه هنتاكل الايميثيليوم. يحصل بقى الكلام ده من اول اوتيتس ميديا، ساينوسايتس، برونكايتس، نيومونيا، يحصل في الجي اي تي، جاسترو انترايتس. دي سهله، هو احنا بنقشر الايميثيليوم. لكن انا قلت عن الميسلز انه عاشت ايه؟ السي ان اس يعمل فيبرايل كونفالجن، يعمل انكيفالايتس، ودي بتحصل على طول وتموت. اكتب جنبها سي سي اي اكس اي. ايه ده؟ ايه ده اللي بتقوله ده؟ اكتب كده الرموز دي ماشيين في شابتر النيورولوجي زي الفل. سي سي اي مع دي اكس كده يعني كوما كونفالجن انكريز ذا كرينيال تنشن. هو الاكتيفيشن بتاع الفيروس طبعا عايز ديتيلز اكتر. حاضر. هو ازاي يحصل اكتيفيشن للتي بي؟ جرت العاده انه احنا عندنا نوعين من الانفكشن، بكتيريال وفيرال. مين فيكم يعرف مين فيهم بيزود المناعه ومين فيهم بيقلل المناعه؟ البكتيريال انفكشن بيزود الميت ولا بيقطعها؟ والفيرال بيسبرس. يا جماعه الفيرال انفكشن بيشغل التي هيلبر سيلز اللي هي رئيس الاميون سيستم، فبيضعف المناعه. لكن البكتيريال انفكشن بيشغل البوليمار، وتفضل في هيلبر سيلز صاحيه وبقوتها مركزه في اي انفكشن. عشان كده لو عايزين تعرفوا ايه اللي بيوقع مناعه الانسان، الفيرال انفكشن. الفيرال انفكشن، وطبعا لا شك ولا يخفى عليكم ان الايدز هو زعيم الفيروسات اللي بتوقع مناعه الانسان الى الابد، مش كده؟ فالفيرال انفكشن سبريس الاميونتي، البكتيريال انفكشن بيزود الاميونتي، مش زي ما انتم فاكرين انه بيضعفها. تمام؟ لدرجه ان احنا دلوقتي عندنا دواء عباره عن بكتيريا مطحونه وميته بيتاخد بالفم يوميا. تاكل بكتيريا كل يوم عشان تنشط جهاز المناعه بتاعك، ومن افضل الادويه اللي بكتبها لرفع مناعه الاطفال. بكتيريا ميته. لا 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 راس فيها بكتيريا ميته، كل القرص بكتيريا ميته. ففيها انتيجن مستفزه ومقويه جدا لجهاز المناعه. اما الفيرال بيسبرس المناعه.
تخيلي بقى مناعه ضعيفه ولانج مقطعه، ما يحصلهاش دي ولا ما يحصلهاش؟ لا ما يحصلهاش. يلا مش عايزين نرغي كتير. موجوده برونكو فاكسون. برونكو فاكسون هو بيسموه تطعيم الجهاز الشعبي. برونكو يعني برونكار، فاكسون كبسولات. ولازم اكلم الشركه اقول لهم ان انا عملت اعلان. يلا برونكو فاكسون. الفيروس ممكن يدمر الدنيا. او انا عمال اقول كده ان الميسلز بتقطع الابيثيليوم. مش انتوا خدتوا الكلام ده في سنه ثالثه ولا انا بيتهيألي؟ وعارفين ان الميسلز مدمره للابيثيليوم؟ اكتر ناس خطر الموضوع ده عليها العيال اللي عندها فيتامين اي ديفيشنسي. تلاقي الميسلز سرحت على الابيثيليوم لغايه العين وشالت الابيثيليوم بتاع الكورنيا كله. ويتعين الطفل ده الى الابد. او تلاقيها في الاطفال اللي مناعتهم ضعيفه سرحت على الالفيولاي بتاع اللنج كلها. شالت الابيثيليوم بتاع اللنج كله. تقوم كل الالفيولاي تقفل مع بعضها. ما يسمى جاين سيل نيومونيا اند اتس فيتال. لانه مفيش الفيولاي حضرتك. اذا الموضوع مش هزار، بالذات في الاطفال اللي مناعتهم ضعيفه او اللي عندهم فيتامين اي ديفيشنسي. يا بنت السرحان الابيثيليوم هيتقشر كله، ولا الابيثيليوم اتقشر كله في العين كورنيال دامج، ولو الابيثيليوم اتقشر في الالفيولاي جاينت سيل نيومونيا اند اتس فيتال. اذا خلي بالكم، انا من حقي ان انا اقول كده على الميسلز عاشق السي ان اس وعاشق الابيثيليوم. يعني حق ان انا اسمي الاسمين دول ونبقى عارفين كده ميسلز يعني ابيثيليوم وسي ان اس. نقرا وز ما نعرفت عن فيتامين اي ديفيشنسي سبريد تو ذا اي، تعمل كورنيا لوباستي مع الاميونو ديفيشنسي هتاخد اللنج كلها، هتبقى اللنج ملتهبه حتى الانترستيشن، ما يسمى جاينت سيل نيومونيا ويتش مي بي فيتال. غير الكومبليكيشن بقى ده كلام ريتينايتس اوبتيك نيورايتس مايكاردايتس دي اي سي. حفظ الكلام بدون شرح خالص يعني. لكن لما اجي اقول لك علاج تقول لي بريفنشن وتريتمنت. انتوا عارفين ان في حاجات ليها فاكسين، كلكم عارفين ان ميسلز ليها فاكسين، لازم تشرح. انا لازم تقول لي الفاكسين وتشرحه بالظبط، وانا هعلمك ازاي تشرح الفاكسين. تكتب هنا ديسكاس مكتوب. ديسكاس ايه؟ اشرح الفاكسين كله. اقول له التايب بتاعه ليف اتنيويتد، البروتكشن بتاعه يديني البروتكشن لمده 10 ييرز. السايد افكت بتاعته، الكونترا انديكيشن بتاعته، امتى بيتاخد، كل ده اكتب هنا. لكن لو انسان ايه؟ ما هو موجود في شابتر فاكسينيشن. ما هو ورا الشابتر ده على طول لا هو اسمه شابتر انفكشن اند فاكسينيشن. لو لا قدر الله حد منكم مناعته ضعيفه ينفع ياخد ميسلز فاكسين ولا ما ينفعش؟ طالما فيروس عايش ما ينفعش انت مناعتك ضعيفه. طب يا دكتور انا ما خدتش الفاكسين عشان مناعتي ضعيفه وبالصدفه قعدت جنب احمد طلع عنده ميسلز، اعمل ايه؟ الميسلز دلوقتي بتجري في دمي. انكيوبيشن بيريد كام يوم؟ 10 دايز. يو كان فايت ميزلز ان ذا فيرست هاف اوف ذا انكيوبيشن بيريد. يعني انكيوبيشن بيريد كام يوم؟ تعرف تحاربها في اول 10 ايام، في اول 5 ايام. اسمع، في ثاني 5 ايام ات از موستلي انتراسيلولر. ما تعرفش تحاربها. بتكون زرعت نفسها جوه الخلايا. عشان كده لو عايزين تنقذوا الشخص ده، عايزين تنقذوني، تعملوا ايه؟ تدوني انترافينوس انتي بوديز ضد مين؟ بس في انهي يوم؟ في اول 5 ايام من الانكيوبيشن بيريد. ان ذا فيرست هاف اوف ذا انكيوبيشن بيريد خد انتي بوديز تمسك في مين؟ تمسك في مين؟ في الفيروس وتعمل له نيوتراليزيشن وانتصر. دكتور وانا لو خدتها في النص الثاني من الانكيوبيشن بيريد لا تحسن الديزيز يبقى مايت. لو خدتها حتى وانا عيان هتخلي الديزيز مايت لكن مش هتعمل ايراديكيشن للديزيز. يا ابني لو عايز تنقذ نفسك تماما خده في النص الاولاني من الانكيوبيشن بريد. نقرا بروفيلاكسيس بس الايميونايزيشن وذ جاما جلوبولين. اكتب بين قوسين كده اجينست ميسلز، مش اي انتي بوديز يعني، اجينست ميسلز. 2 تو 5 دايز افتر، اظن انتوا فاهميني ليه 2 تو 5 دايز، لان ما ينفعش اجي بعد كده واقول انا هاخد الانتي بوديز تقابل الفيروس، هي مش هتعرف تقابله كويس. ليه؟ اصله بقى انتراسيلولر. اي فيروس بيكمل اللي بتاع بس السؤال، اي فيروس في الدنيا بيعمل حراره بناخد خفض حراره، الم بناخد مسكن للالم، بيقشر الابيثيليوم ويعمل سكند لبكتيريال انفكشن اوتوماتيك على طول ناخد مضاد حيوي.
يا دكتور دانيس ذا فايروس اخد مضاد حيوي فور بروتكشن اجين السكن دي بكتيريا. جه عالم يهودي سنه 1980 وقال جدول الفاكسينز في العالم مش لازم يكون كله فاكسينز. قالوا يعني ايه فاكسين؟ قالوا يعني نمنع مرور البكتيريا الى الجسم. قال طب ما انا ممكن امنع البكتيريا بحاجه مهمه جدا من الفيروسات، قال انا احسن الفيرست بارير وتش از سكين اند ميوكس ميمبرين. وطبقوا الكلام ده في اليو اس اي سنه 1983 لما بداوا يحطوا فيتامين اي جوه جدول التطعيمات. هو فيتامين بس محطوط في جدول التطعيمات على انه فاكسين. وبدا الكلام ده يتكشف في كذا حته في العالم، ولما طبقوه في مصر بروكتور وجامبل طبقت الكلام ده في مصر، وهي اللي تولت المسؤوليه بتاعت ان احنا ندي الاطفال بتوعنا فيتامين اي عند سن التسع شهور. وطلع ده لوحده بيقلل الانسنس والجاسترو انترايتس والميسلز والروبيلا وكل الحاجات اللي بتاكل سكن 30%. طب لو مريض عنده ميسلز اديله فيتامين اي عشان يحصل ريجنريشن للابيثيليوم بدل ما هو كله متقطع، وبالتالي بيقلل جدا احتمالات ان الطفل يموت. عشان كده فيتامين اي از فيري كريتيكال. انا قلت الميسلز عاشق الابيثيليوم، صلح لي انت بقى الابيثيليوم بفيتامين اي. اقرا اورال فيتامين اي 400,000 انترناشونال يونت ميديوليت ذا انفكشن. واتفقنا ان جرعه عاليه من الاميونوجلوبولينز حتى لو اتاخدت ديورنج ذا اتاك هتقلل شويه احتمالات الانكفالايتس، هتقلل شويه السيفيريتي اوف ذا ديزيز. سؤالك سريعا يا ابراهيم. يعني هو ده اندر ترايلز، كان اندر ترايلز لكن ما ينفعش في الاميونو كومبرومايز. انا بتكلم على انسان اميونو كومبرومايز. ثانيه واحده، لو انسان طبيعي هيجي له ميسلز انا ما بديلوش فاكسين. يعني انا انسان طبيعي قعدت جنب حد عنده ميسلز هيجي لي ميسلز، خلاص هيجي لي. يا دكتور ده احتمال يجي لك انكفالايتس ده 1 في 100,000، احتمال يجي لك سب اكيوت سكليروزنج بان انكفالايتس ده 1 في 700,000. طب انت ما تعرفش ان الفاكسين نفسه بيعمل سب اكيوت سكليروزنج بان انكفالايتس؟ يبقى لا معنى لذلك. مفيش حاجه اسمها انسان اتعرض لميسلز يروح ياخد يبني اميونو جلوبولين الا اذا كان اميونو كومبرومايز، والاميونو كومبرومايز ما ينفعوش. يلا جيرما ميسلز ماذا ريكوست؟ حد يقول لي الميسلز كان كام يوم؟ ها؟ اللي بيقول تسعة ايام يا جماعه ردوا عليا بقى كويس. الجيرمان ميسلز خلاص الكلام، الجيرمان ميسلز اسمها 3 داي ميسلز. وعشان احفظكم الجيرمان ميسلز هنفترض ان الجيرمان ميسلز تحت والميسلز فوق، فاحنا هنقسم على ثلاثه تبقى الميسلز هي الروبيلا. انت قلت لنا يا دكتور ان الميسلز 9 ايام تبقى الديوريشن اوف روبيلا، اقسم على ثلاثه تطلع كام يوم؟ 3 ايام. انت قلت لنا البرودروما في الميسلز كام يوم؟ ردوا عليا 3 ايام، اقسم على ثلاثه يبقى البرودروما هنا يوم واحد. انت قلت لنا البرودروما هنا فيها ايه؟ انت قلت لنا البرودروما هنا فيها كف وفيفر وكونجكتيفايتس. كونجكتيفايتس السي، فيفر يعني سيليزيوس، و كف كف وفيفر وكونجكتيفايتس. خد منهم واحده بس من الثلاثه دول يبقى فيفر، وخليها ضعيفه كمان تبقى لو جريد فيفر. كمل معايا وقول يا دكتور الرش اول ما ظهر ظهر فين؟ ظهر في الفيس في يوم، وتاني يوم في الترانك، وتالت يوم في الاطراف. قعد كام يوم ينتشر؟ 3 ايام. يبقى هنا انتشر في كام يوم؟ في يوم واحد. انت قلت لنا هنا بيختفي في كام يوم؟ في 3 ايام، اقسم على 3 يبقى يختفي في ايه؟ في يوم واحد. انت قلت لنا هنا بيجي فاين ديسكورنيشن، خليه هنا فيري فينت فاين ديسكورنيشن، يعني خففه 3 مرات. الروبيلا ما هي الا ميسلز مقسومه على 3. الروبيلا هي ميسلز مقسومه على 3، مش محتاج تذاكر. الروبيلا يعني ميسلز ديفايدد باي 3. ما تنساش ان احنا قلنا في الميسلز ان الباثوجنوميك ساين كان اسمها ايه؟ كومبلكس سبوتس. الباثوجنوميك ساين هنا سيرفايكال لينف نود.
كنا قلنا هنا ان الحراره بتزيد. هنا اكيد لا، الحراره ما بتزيدش. لو جريد وتفضل لو جريد. انا خلص الروبيلا خلص يا كلام فاضي. اوعى تكون بتذاكر الروبيلا لوحدها. الروبيلا ما هي الا ميسز ديفايدد باي 3. لا، الانكيوبيشن بيريد حاجه مختلفه تماما. دي الحاجه الوحيده اللي في الروبيلا اللي طويله. ده انا ضيعت فيها وقت كتير. قلت لكم الانكيوبيشن بيريد في الروبيلا من اسبوعين لثلاثه. واقول لكم تاني بس ما تنقلوا، في ناس بتنقل سريعا، في ناس بتنقل جدول المقارنه. كومبير تايم لاين. It is meses divided by 3. اه طبعا طبعا حبيبي كرابيط، ده انت اول مره تطلب حاجه. لا انت ما صورش. لا هقولها تاني. بقول ان الجيرمان ميسلز تسمى 3 داي ميسلز او تتقال هي ميسلز ديفايدد باي 3. وقلنا ان اذا كانت ديوريشن اوف ميسلز 9 ايام فدي 3 ايام. البرودروما كانت 3 ايام في الميسلز تبقى يوم واحد، اقسم على 3. البرودروما كان فيها 3 سي، كاف كونجكتيفيتس اند فيفر. والفيفر كانت هاي ولا لو؟ هاي. هناخد منهم واحده بس ونخليها لو، ناخد الحراره ونخليها لو جريد. طب هناك كان فيها باسوبنومانيك كوبليت، هنا فيها باسوبنومانيك كونجست سيرفايكال انفلونس. قلنا ان الراش بينتشر في ثلاث ايام ومع الحراره بتزيد، هنا الراش بينتشر في يوم واحد والحراره ما بتزيدش. قلنا ان الراش كان بيختفي في ثلاث ايام، هنا الراش بيختفي في يوم واحد. قلنا الراش هنا كان بيزيد فاين ديسكوميشن، قلنا هنا هيبقى فيري مينيمال فاين ديسكوميشن. لو عايز تكمل كمان، هنا كان بيزيد براون بيجمنتيشن، هنا نو براون بيجمنتيشن. نفس الرشد نسخة دقة الأصل ماكيلو بدر الرشد بالملي. هنشوف الصوت بالملي ماكيلو بدر، يعني يا ده يا ده يا الاثنين مع بعض ميكس. في العلاج هو انا ما بعالجش اصلا، انا في الميسيز ما عالجتش. انا عملت ايه؟ انا اديت فيتامين ايه واديت انتي بايوتكس واديت انتي بايوتكس، وفي الاخر يا الميسيز ربنا يكرم بتخف لوحدها. ما تخفش، بتخف لوحدها. ممكن نمسك الكتاب، يلا جرب ميسيز، يلا يلا يلا. روبيلا فيروس، دروبليت انفكشن، لا امور حبيبي دي ده اه ده سبريت وده فيدا واي، ده سبريت وده فيدا واي. ده العنوان بتاعها سبريت في ثلاث ايام، وده العنوان بتاعها فيدا واي. وبعدين ده باي فايند ديسكلاميشن، وممكن تزود بعدها كمان بيجمنتيشن. تمام، يعني ممكن نقول كده دول ثلاث ايام، ده السبريت في ثلاث ايام، وده الفيد فيد اوي في ثلاث ايام، وده باي فاين ديسكوميشن الفيلينج باي فاين ديسكوميشن. ممكن كمان تزود بعدهم كمان في الاخر اذا كان في بيجمنتيشن ولا لا. هنا في بيجمنتيشن، هنا مفيش بيجمنتيشن. نقرا مع بعض الروبيلا دروبلت انفكشن. طبعا الانكيوبيشن بيريد طويله قوي، دي كارثه. الانكيوبيشن بيريد طويله من يومين لثلاث، من اسبوعين لثلاث اسابيع، احفظوا. بس اهم حاجه تعرفوها ان الفيروس بينتشر في اخر اسبوع في الانكيوبيشن. يعني انا ممكن اكون موعد الاسبوع كامل، انا جالي روبيلا من اسبوع، هتظهر عليها الاعراض الاسبوع الجاي. طول الاسبوع ده عمال الف عليكم اعديكم كلكم دروبلت 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 دروبلت، وانتوا كل واحد فيكم هيقوم بنياد 200 شخص تانيين. اضرب 200 في 200 ب 40,000 في اسبوعين. 40,000 40,000 في 40,000 بمليون و600. يعني تخيل حضرتك ان ممكن دوله ينتشر فيها الروبيلا بقد ايه؟ في شهر ونص. اي دوله ممكن تبقى بانديميك على مستوى العالم حتى. نقرا الحته دي. الانفكتيفيتي 7 دايز بيفور ذا راش. 7 دايز بيفور ذا راش. يعني 6 دايز بيفور ذا برودروم. وبعدين 5 ايام بعد ظهور الراش. الكلينيكال بيكتشر ذا ديزيز از مور سيفير ان ادلت اند بريجننت. ده مش علينا في الاطفال. بس انا بقول لك انه في البطنه، يعني انا لو هجيلي روبيلا وانا طفل هتعدي على خير، لكن وانا كبير ببقى تعبان قلبي. وانا ست كمان البريجننت في ميل بتبقى فيري سيريس على البريجننس بتاعها زي ما هنشوف. نقرا بعد اذنكم، نقرا بعد اذنكم. البرودروما مايلد اند شورت وان داي. كترت سيمتومز يا دوب بس من نزله البرد بتحس ان في، اكتب كده لو جريد فيه بس. من الكترت سيمتومز كلها، من اعراض كترت سيمتومز يعني اعراض نزله البرد، منها ما بيبانش غير لوجريت فيه. ليمفادينوباسي
دي مميزه جدا. اوكسيبيتال وبوستيريور سيرفايكال لينف نودز في الابيديميك اللي قبل الاخيره كنت انا شغال اطفال جنرال، ما كنتش شغال لبرايم. كان في فتره وظيفتي ان انا اول حاجه الطفل يجي يسخن احط ايدي ورا رقبته ادور على لينف نودز. متعه يا سلام، تعمل ابيديميك شهر تقول لها ما هو ابنك بكره هيجي له طفح جلدي، تروح خلاص تروح ما تصدقش تروح لدكتور تاني يقول لها مستحيل طفح جلدي يا ماما ده ظهره منتهي كده يعني. فدي حاجه مهمه جدا، البرودروما دي هديه ربنا للدكتور الشاطر. ربنا باعت لك مسوبنومانوك ساين عشان تعمل لك شهره بجد. هي دي ايه لازمتها ما تفهمش، غالبا دي عشان الدكتور يقدر يشخص الحاجه من قبل ما تحصل. تمام. المهم الراش، الراش بيظهر باي ذا سكند داي اون ذا فيس، ايرابتد سبريد تو ذا بودي ان ذا سيم داي، يعني اللي انتشر في كام يوم. تمام. باي ذا ثيرد داي حصل اختفاء للراش كله وذ مينيمال، صدقتوني فيري مينيمال ديسكوميشن، والتمبريتشر بتفضل لو جريد يعني ما بتعلاش، عشان كده سميناها 3 داي ميسز او حصل اختلاف فيه. الكومبليكيشن طبعا الفيروس ده الكومبليكيشن بتاعته بسيطه جدا، واكاد اقول لكم مفيش فيروس ما بيروحش سي ان اس، وفي فيروس سمعت عنه ما بيروحش سي ان اس قليل جدا. معظم الفيروسز كان جو تو ذا سي ان اس، حتى الانفلونزا فيروس ممكن لا قدر الله يطلع سي ان اس، وبالتالي دايما ما لقيناش كومبليكيشن فقلنا لا ده ممكن تروح الاعصاب تعمل نيورايتس، تروح البرين تعمل انكفاليتس، تروح الاوبتيك نيرف تعمل اوبتيك نيورايتس، في ساعات بتقلل البليتلت كاونت تعمل ثرومبوسايتومينيا. لكن الاهم على الاطلاق البريجننت فيميل يا حسين، البريجننت فيميل اللي ممكن يجي لها كونجنيتال روبيلا سندروم. زميلتكم من ثلاث سنين كده كانت بريجننت، وبعدين كانت الابديم شغاله وهي كانت واقفه في الريش، ومش زميلتي يعني دكتوره، ما احنا كلنا زمان كلنا زملاء. فالمهم يعني فبقت ففعلا شفت اطفال كتير عندهم روبيلا، وانا معدي عمال اتعيط اتعيط اتعيط، اصل انا بريجننت وكل الاطفال طلعوا روبيلا، والابيديميك انا ما كنتش عارف ان دول روبيلا، انا بقيت اقول هو راش وخلاص، وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، انا هروح اعمل ابورشن. هي عندها حق انها تعمل ابورشن ولا ما عندهاش حق؟ عايز اسئله منكم الاول، تعمل ابورشن حسب هي كام اسبوع؟ لان هي لو فيرست ترايمستر ولا لا، وفين في الفيرست ترايمستر؟ في اول 8 اسابيع مرحله الاورجانوجينيسيس، ولا في اخر الفيرست ترايمستر، ولا في الثيرد ترايمستر اللي هو فيري سيف ما فيش اي مشكله خالص؟ يبقى ده اول سؤال. السؤال الثاني انت واخده تطعيم ولا لا؟ اي واحده قبل ما تتجوز لازم تاخد ام ام ار، ليه؟ عشان المالتيبل انتر ريتارديشن يزيد على جزء. ده بيحصل اكيد، لكن انا بتكلم حاجه غير الام ام ار. عشان ما ينفعش تاخد قبل الحمل بست، قبل الجواز بست شهور تاخد الميسز مام روبيلا، عشان يبقى عندها تتر عالي من الانتي بوديز، واضمن ان مفيش ولا ليفنج اورجانيزم موجود جواه. لان لا قدر الله لو انا جيت على ام بريجننت وقلت لها خدي ميسز مام روبيلا، الفيروس هو كلها عايشه هتخش للبيبي تعمل له كونجنتال ايه؟ انفكشن. فالاضمن انها قبل الجواز اساسا تاخد ام ام ار. طب يبقى كان السؤال الثاني اللي هتساله لها ايه؟ هو انت واخده ام ام ار ولا لا؟ طب قولوا لي يا جماعه لو واخده الام ام ار وهي تعرضت للروبيلا وكانت في اول شهر، هي ما كانتش في اول شهر خالص، دي كانت في الشهر السادس، خدتها تقيل، تصوروا انها كانت في اول شهر، اقول لها تعمل ايه؟ سونار تشوف الدنيا موجود ولا لا؟ يا جماعه هي شافت الروبيلا، جالها روبيلا ولا ما جالهاش اعرف ازاي؟ قيس اميونوجلوبين اشوف عندها اي جي جي بيزيد ولا لا؟ عندها اي جي ام ظهر ولا لا؟ لو ظهر عندها اي جي ام يبقى جالها روبيلا. لو الاي جي جي عندها كان 100 ولقيته بقى 600 يعني بيعلى، يبقى جالها روبيلا، يبقى تروح تعمل ابورشن. يبقى في اسئله كتير، انت واخده ام ام ار ولا لا؟ انت في الشهر الكام؟ طب تعالي نعمل لك تتر لو مرعوبه، نعمل لك التتر مره ومره بعد شهر ونشوف رايزنج ولا لا، وساعتها هنقرر الابورشن. لان الروبيلا لو جات في بيبي صغير بتعمل له عمق كوريوريتيمايتس، منتال ريتارديشن، مايكروكيفالي، بيتا داكتس ارتريوزس، واذر كونجنتال هارت ديزيز، وليفر، وسبلين، وبلاوي زكي. حاجات كبيره جدا جدا زي ما احنا قلنا في النيوراتولوجي. نقرا كونجنتال روبيلا سندروم فيري هاي ريسك تحت قبل سن 8 اسابيع في الحمل، وده هيعمل كونجنتال روبيلا سندروم، وده يستدعي فعلا الترمينيشن اوف بريجنسي.
الريسك بيقل جدا جدا بعد الاسبوع ال 18 يا جماعه. واهم اعراض انا هحطها عندكم في الصوره، مايكروكيفالي اكتب تحتها ومنتال ريتارديشن. بيتا داكتس ارتريوزس وكثره اكتب تحتها كوريو ريتينايتس. كوريو ريتينايتس تحت كثره. وجنب الصوره الاخيره اكتب سكين راش. سكين راش وبربر. الصوره الاخيره بقى الواد اللي مليان طفح جلد ده. الصوره الاخيره دي بتدي عليها سكين راش وبربر. وبيجي لهم سكين راش كده لونه غامق وبربر كمان. لان عندهم نقص في البليتس. تمام؟ طبعا لا شك كلكم عارفين الوقايه بالفاكسين. اعمل ايه؟ اكتب على الفاكسين اشرح. لازم اشرح الفاكسين كاملا. الحل الوحيد للام البريجننت انها تافورد تعمل اكسبوجر. اكتب كمان ام ام ار فاكسين بيفور مارج. لازم كل ام هتتجوز او كل ست هتتجوز تاخد ام ام ار بيفور مارج. نفس العلاج اللي على جنان الميسس، خافض حراره مضاد حيوي عشان السكندري بكتيريال انفكشن. ايه اللي بصفحه؟ لا لا حاجه بسيطه خالص، انا مش فيش لازم هنمشي على طول. تعبتوا؟ لا بشر عادي. بوزيولا تعالوا بس الاول ثانيه واحده معلش معلش. ده منظر طفل عنده روبيلا لدرجه ان في ناس قالوا لي يا دكتور ده بروتايتس، ده من كبر السيرفايكال ليمف نودز. بس تحس كده في رشح في عينيه؟ لا. هل في راينايتس؟ هل في كونجكتيفايتس؟ هل شكله سخن اصلا؟ هو ما فيش عنده غير لو جريد فيفر ومع لو جريد فيفر فيري لارج سيرفايكال او بوست اوريجنال او اوكسيبيتال ليمف نودز. لكن بعد كده بيجي نفس منظر الميسيز عادي خالص بيروبيلا على فكره. فيري ماكيولوجيلا راش يظهر على الفيس وبيهايند ذا اير وفي نفس اليوم ينتشر الى الترانك وفي نفس اليوم ينتشر للاطراف، ثالث يوم يختفي من الجسم كله ويرجع الطفل طبيعي ولا مقشر ولا جلد وحش ولا اي حاجه خالص. And that's why قصه الروبيلا اسمها 3 دي ميسيز. رحنا بعد كده لحته مهمه جدا وهي الروزيولا. الروزيولا فيروس اسمه هيربس هيربس فيروس تايب 6. هو عيله الهيربس دي مهمه؟ طب هل تعلموا ان الهيربس هو اكثر سكان الارض؟ الهيربس كاسره هي اكثر سكان الارض تعجاله. يعني الفيروسات طبعا عددها اكثر من اي حاجه ثانيه، لكن اسمعوا كده العيله دي. العيله دي فيها هيربس سامبلكس تايب 1 خدتوها قبل كده في النساء، وهيربس سامبلكس تايب 2، ودول منتشرين انتشار رهيب. طب انتوا عارفين الهيربس رقم 3 اسمه ايه؟ فاريسيلا. يا نهار ابيض، تعال تشيكن بوكس. طب انتوا عارفين هيربس 4 وفاكسة؟ الشتاين بار فيروس وسايتوميجال فيروس ومعيلة الهيربس. يا نهار ابيض، الشتاين بار طلع عيلة الهيربس؟ اه، والسايتوميجال فيروس طب هم سابوا ايه للعالم كله؟ دي العيلة دي أكبر عيلة في الفيروسات، أكبر أورجانيزم على مستوى الأرض. فاريسيلا زوستر، تشيكن اللي هو تشيكن بوكس، وسايت والشتاين بار فيروس وسايتوميجال فيروس، وبعدين هيربس تايب 6. طب ما هيربس تايب 6 ده احنا أول مرة نسمع بيه، ده عشان أنت ضايف. ده ما فيش انسان في الدنيا ما جالوش الفيروس ده في العالم كله. هيربس تايب 6 انفكت ذا هول بوبيوليشن اوف ذا هول وورلد باي ذا ايج اوف 2 ييرز. يا يعني احنا كلنا جالنا الفيروس ده على سن سنتين. تستنتج ان انتشاره ايه؟ رهيب، انه بيجي لك جوه بيتك، انه بيجي لك جوه اوضتك، انه بينتشر وانت لسه عندك شهرين ثلاثه بيوصل لك لغايه عندك. ات از مارفلس، رهيب في انتشاره، رائع. بيخلص القصه كلها تقريبا عند سن سنتين ما تلاقيش طفل ما جالوش فيزيولا. وده تحفه بقى للدكتور. اقول لكم بقى قصه والله ده حصل بالظبط. القصه دي قبل ما نلحق بسرعه نروح الريش. طفل بابا ومامته دكاتره انف واذن الاثنين. والولد يا عيني الفيزيولا ده بيسخن حرارته توصل 40، يجروا بيه على طول على الدكتور. جري على الدكتور، الدكتور يكشف عنده التهاب في زوره. هما دكاتره الانف واذن اساسا فما اقتنعوش بكلام الراجل، فراح للدكتور تاني. فكشف الدكتور التاني قال له احنا رحنا لواحد قال ان في التهاب في الزور واحنا شايفين زوره ما فيش فيه حاجه يعني. فراح بص فوق تاني. هو طبعا الدكتور في مصر اتعود لازم يقول حاجه للام والاب، لازم يقول ابنكم عنده كذا، ما يقولش ما اعرفش. فراح بص فوق تاني قال لهم عنده سيفير اوتيتس ميديا. الراجل بقى قال له بص يا دكتور
انا دكتور انف واذن. الحاجه الوحيده اللي انا متاكد ان الولد ده ما عندوش تسميه، دي الحاجه الوحيده اللي انا متاكد ان الولد ده اللي حصل بالظبط. الراجل جالي انهار، الراجل جالي ثالث يوم انهار. انا اكتشفت على الولد كله مش ليه حاجه خالص، حراره 40 تنزل تقوم طالعه تاني، اللي يبص خافت حراره وتقوم طالعه تاني، شاور دواء خافت حراره تطلع تاني على طول، الحراره اللي عندي 40 معلقه دي ما تنزلش، وبخافت الحراره تنزل وتطلع تاني، وتدور مفيش اي سورس خالص في الجسم، والولد هيلسي. ده فيروس اسمه زيولا، ملهاش ديفرنشال دايجنوزس، ما بين 6 شهور وسنتين، حراره 4 الى 5 ايام بدون اي تفسير ولا اي حاجه ولا اي هدايا، مفيش هنا بكرونومينك ساين خالص ولا حاجه خالص، كومبليتلي نورمال. وفي اليوم الخامس الحراره تنزل من 40 ل 37 في ساعتين، وهي بتنزل الرش يطلع البطن ويقوم مالي الجسم كله ويقعد 24 ساعه ويمشي. قصه غريبه جدا اسمها روزيولا انفانتم. ليه اتسمت انفانتم؟ عشان تيجي في الانفانت نقرا مع بعض. اليوم الهربس تايب 6 دروبليت انفكشن. الراجل كاتب فيري كومن، انا كان نفسي اكتب فيري 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 كومن، لانها غالبا بتصيب الناس من 6 شهور الى ايه؟ الى سنتين. موست، انا كنت نفسي اكتب اول، موست اوف تشيلدرن ار انفكتد على سن سنتين. اظن فعلا بيجي لك لغايه عندك. الانكيوبيشن بيريود اسبوع والانكيوبيشن بيريود حفظ. البرودروما سادن هاي فيفر، اقرا من 39 ل 41، تقعد اربع ايام نو ساينز تو اكسبلين، ولا يمكن مهما كنت عبقري اكسبلين. It is a disease of exclusion. يعني تكشف على الولد تتاكد انه ما عندوش سي ان اس ولا اعراض في الجي اي تي، ولا ودانه ولا زوره ولا بطنه ولا رجله ولا ايده، وبعد ما تتاكد من كل ده تقول يبقى الولد ده ان شاء الله زيولا انفكت. الراش ذا فيفر فول باي كرايسس. انت عارف يعني ايه باي كرايسس؟ عامل ازمه مواصلات. يعني كلمه كرايسس يعني فجاه. باي كرايسس يعني فجاه الحراره تنزل فجاه في ساعتين. اون ذا فيفث داي وذ ذا ابير اوف ماكيلو بابيو الراش اون ذا ترانك اند سبريد للجسم كله ويختفي في 24 ساعة زي ما حكيت لكم. في حاجة مهمة جدا، احنا كل اللي خدناه النهاردة سكارلت فيفر وميسلز وروبيلا وروزيولا كلهم ماكيلو بابيولا راش، ما جبناش سيرة أي راش تاني. واضح النهاردة احنا كنا ماسكين في مين؟ في الماكيلو بابيولا راش. ثانية واحدة، الفيروس ده زي أي فيروس في الدنيا ممكن يعدي على السي ان اس. فلو سألتك كومبليكيشن لفيروس حرارته توصل ل 40 تقول لي فيبرايل كونفرشن. ولو سالتك اي فيروس في الدنيا ممكن يروح السي ان اس يعمل ايه تقول لي انكيفالايتس. عشان كده الكومبليكيشن اللي محطوطه دي ستامبر فيبرايل كونفالجن، وممكن يعمل انكيفالايتس او مننجايتس. واشطب على انفكشوس مونونيوكليوزيس لايك سيمبتومز، واشطب عليها لا معنى لها. انفكشوس الروزولا طبعا شفوي ام سي كيو فقط، شفوي وام سي كيو. في اخر الصفحه تحت انفكشوس مونيو بيوز ام سي كيو فقط، بيج ام سي كيو بس ام سي كيو. وده اورجانيزم هايف خالص اسمه اوبشتاين باير فيروس، بيتنقل دروبليت انفكشن. ده الاورجانيزم ده منتشر جدا، وامريكا اللي حيرت العالم كله في كل حاجه عجزت في انها تكنترول حاجتين في حياتها، الاوبشتاين باير فيروس والسايتوميجالا فيروس. مش عارف تعمل معاهم حاجه خالص. السبريد بتاع الاثنين دول يعني تقريبا ما فيش حد في امريكا يا عنده اينشتاين بار يا عنده ساكن جرار فايروس. وبالتالي فهم صعب جدا انك تعمل كنترول عليهم. ايه اعراض الاينشتاين بار فايروس؟ اكتب عليه عاشق الريتيكيلو اندوثيليوم. اكتب بس ما تضحكش، اكتب عليه عاشق الريتيكيلو اندوثيليوم. العشق الاسود. عاشق الريتيكيلو اندوثيليوم. ما تهزرش، اكتب بس كده. حد فيكم عارف ايه هو الريتيكيلو اندوثيليوم؟ وليفر وليمفينود وبون مارو وتونسل وادينويد. مش دول الريتيكولو اندوثيليوم؟ كبرهم لي يبقى خلص الدرس. قول لي فيبر وهيديك وانيركسيا وماليش ومعاهم ليفر وسبلين وليمفينود وتونسل وادينويد. والتونسل من كتر ما بتنفرين بيحصل عليها نيكروزس ويظهر عليها ممبرين زي اللي انا حاططه لك في الصوره ده كده. اللي ناقص عندك الادينويد صح؟ هذا الفيروس بيأتاك الليمفوسايت، بيخلي الليمفوسايت تبقى اكتف صح؟ تفتكروا ينزل المناعه ولا لا؟ مش انا قلت الفيروسات بتضعف المناعه؟ بس مفيش ارزل من ايبشتاين بار فيروس. لدرجه ان احنا لما بنيجي نبص اندر ذا مايكروسكوب، خدتوا الكلام ده في سنه ثالثه على الليمفوسايتس، ب
بنلاقي الليمفوسايت شكلها بدا يتغير وبتفكر تروح ناحيه المالجنسي، تبقى اسمها اتيبيكال ليمفوسايتس. دي اخر حاجه هقولها، بص على الصوره اللي موجوده في الصفحه اللي جايه، وانا حاطط لك في الصوره صورتين للليمفوسايت، واحده نورمال والثانيه اتيبيكال، عشان تعرف ان العيال دي بيجي لها ليمفوسايتوزس ويز اتيبيكال ليمفوسايتس. اسال سؤال، الايبشتاين بار فيروس يجيب مالجنسي ولا ما يجيبش؟ مش سمعته كده؟ طب فهمنا ليه النهارده الفيروسات بتضعف المناعه؟ لانها بتيجي على الليمفوسايتس مش على البوليمور. وفهمنا ليه لو الفيروس خلى الليمفوسايتس تتجنن قوي وتبقى اكتف ممكن تقلب اتيبيكال، والاتيبيكال دي جايز في يوم من الايام تقلب الى ايه؟ كانسر سيل. عشان كده الايبشتاين بار فيروس خطير. دي اخر كلمه هقولها النهارده، احنا ان شاء الله هنتقابل يوم الاثنين. انتوا عندكم فتره طويله، ثانيه واحده اجازه كامله، تمام؟ الناس اللي عندها عمل النهارده واللي عندها جمعه واللي عندها السبت غير كده الباقيين مش هشوفهم. يوم الاثنين احنا عندنا امتحان في الامرجنسي وفي الانفكشن والجزء اللي خدناه في الجروس ديفلوبمنت. خدنا لغايه صفحه 7. ايوه بالظبط كده، خدنا لغايه الجروس كام؟ عندنا امتحان في الجزء اللي خدناه في الجروس.